السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. جوله سريعه على اخبار لاعبي المنتخب الوطني وعلى المقابلات الوديه التحضيريه للمحترفين للاعبي المنتخب الوطني. الخبر الاول اللي بالنسبه لي خبر مفرح وخبر رائع، الخبر الاول الذي اثار انتباهي هو استدعاء الحارس منتخب الوطني لاقل من 20 سنه نبيل والناس في المقابله الوديه لنادي سانت إتيان للاكابر. طبعا خبر رائع هذا صراحه، الحارس اللي تالق في البطوله العربيه بطلب من المدرب كلود بيال استدعاءه كحارس ثالث. الشيء الممتاز انه يتاقلم مع يلعب ويدرب حتى ما لعبش اساسي معليش، لكن يدرب مع الاكابر ويعرف المستوى العالي، وهذا راح يزيد يساعده وراح يزيد يطور له امكانياته وينمي له امكانياته قدراته، خاصه نعرفوا انه الحارس هذا دار بطوله عربيه ولا اروع، تبقى فقط عنده مشكله في التايمينج، خاصة في الركنيات وفي المخالفات في الخروج تاعو. لو يحسن هذه الإشكالية ولا هذه النقطة لو يحسنها راح يكون من حارس عنده شأن كبير في المستقبل. إذا نتمنى التوفيق لهذا الحارس الشاب وإن شاء الله يزيد يخدم ويتطور باش يكون في المنتخب الوطني الأول، وإن شاء الله يكون هو خليفة رئيس بولحي. الخبر الثاني ايضا، لكن لو خبر هذا نوعا ما مش خبر، صار خبر هو اصابه اسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا، ربي شافيه ان شاء الله وشافي كل مرضانا، وبالتالي يعني جلوسه في الحجر المنزلي، بقاؤه في الحجر المنزلي، مع العلم انه نادي ميلان يواجه نادي نيس، ونادي نيس رفقاء كل من عطال وابو داوي، بالتوفيق لهذا الثنائي. المقابله راح تكون منقوله على قناه الشارقه الفضائيه في على قمر نايسات. اذا المقابله الاخرى مقابله للمنتقل حديثا العروسي لفريقه تروا، عنده مقابله وديه ضد نادي بوردو. المقابله الاخرى مقابله خاصه جدا لسعيد بن رحمه، لماذا خاصة؟ راح يواجه فريقه السابق برينتفورد اللي برز فيه بشكل ملفت وتألق فيه. المقابلة راح تكون خاصة جدا لسعيد بن رحمة، المقابلة لويست هام ضد نادي برينتفورد. محرز والفريق مان سيتي وفريقه مان سيتي عنده مقابلة ودية أخرى مع نادي برينسلي، محرز اللي تدرب بصفة عادية. المقابلة هذه راح تكون منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية. قلنا محرز تدرب بصفة طبيعية وعادية مع الفريق، خاصة بعد الخبر اللي انفردت به جريدة الديلي ميل حول يعني قرب تجديد عقود العديد من النجوم، نجوم الفريق الأول، بعد ما جدد الحارس إيدرسون وأيضا كل من ستونز وفودان، يعني في محادثات جارية للتمديد أيضا عقودهم. يعني هذا الخبر وش معناه؟ معناه أنه يمكن يكون الأسبوع القادم حاسم جدا في مشوار رياض محرز. ننتظر ونشوفه هل يجدد رياض محرز عقده مع مان سيتي أو لا. أيضا خبر آخر، والناس وازدادكا مستدعيان للمباراة بايرن ميونخ، هل هذا يعني بقاء والناس في نابولي؟ الله أعلم، سوف نرى في الأيام القادمة. مقابلة قوية، فريق البافاري فريق قوي، مقابلة راح تكون بين الطليان والألمان. الأمر الجيد في أنه في هذه القائمة استدعاء زدادكا اللي صراحة يعني الأخبار في حسب مواقع الإيطالية المقربة من نابولي تقول باللي سباليتي مقتنع ومعجب بزدادكا، خاصة في تربص ديمارو. قلت سابقا ونعودها، زدادكا راه لحد الساعة ربي باعد عليه العين، راه يدير في التربص، راه يدير في مجهودات كبيرة باش يحاول يضمن مكانة في نادي نابولي الفريق الأول، مكانة أساسية أو حتى مكانة في الاحتياط في فريق الأول لنابولي. نتمنى التوفيق لزدادكا وإن شاء الله يكون هذا العام، إن شاء الله يكون زدادكا في الفريق الأول ولو حتى يلعب دقائق في بعض المقابلات في الكالتشيو الإيطالي، أربع ساعة ولا 10 دقائق، المهم أنه يعرف المستوى العالي ويلعب مع الأكابر. إذن بالتوفيق لزدادكا وكل لاعبي المنتخب الوطني دون استثناء،
في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.